هاد المقال اللي جا في ديك الصحيفه هو يعني اللي شافو تيقول بان هادي نظرا للصوره اللي هي كبيره في الصفحه الاولى والمكتوبه بواحد الحروف بارزه جدا وبلون احمر كان هناك القيامه واقفه في المغرب، مع ان هذا واحد المشكل بسيط جدا. إذا قريتي هذاك المقال يعني واللي هو في الصفحة الثالثة، يهم واحد العدد ديال الصفقات اللي هي تهم التأهيل الحضري بمدينة سيدي علا البحراوي، وأنا ما عندي حتى شي مشكل وما عندي حتى شي علاقة بهاد الصفقات كاملين، بعيد بعد البعد عليهم، غير بغاو يعني يقولوا شي حوايج. الانسان كما بغى يكون سياسي اللي عنده مسؤوليات في الشان العام ديما تيكون شادين في هاد المسائل هادي. انا اللي عندي هو مع هاد الجماعه، عندي واحد هادي في 2006 قمت بواحد صفقه اللي كانت خديتها واحد الشركه كانت عندي، يعني تتم اصلاح واحد الطريق في العالم القروي ديال 6 كيلومترات، قامت بهدوء ما عندها علاقه لا بالتاهيل الحضاري ولا حتى شي حاجه. هذاك البرنامج اللي تذكروا عليه انا ما عندي علاقه به لا من قريب ولا من بعيد. انا مسالم جدا، تنامن بالقضاء المغربي، وملي تنظلمني شي حد نمشي للقضاء، بسيطه بطريقه جدا. في هذه القضية غنمشي للقضاء، لا اللي رشد هذا المقال ولا من دار البارطاج معاه، لأنهم في القانون راهم بحال بحال، وأنا غادي نتابع الجميع، لأنه ماشي باش نشد الفلوس ولا شي حاجة، لو درهم رمزي، ولكن هذا هو اللي تيهمني. القضاء لابد يقول الكلمة ديالو في هذا الموضوع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.